يلا يا مدام، الزيارة حاضر انتهت. حاضر، خلاص يا بابا هعدي عليك بكرة إن شاء الله في الزيارة يا حبيبي. كل حلفائك خانوك يا ريتشارد، قوتك، صحتك، وحتى كلمتك. أنا شكلي كبرت وخرفت ولا إيه؟ خلاص مبقاش حد يسمع لي كلمة، حتى أنت يا عم. طول عمري بقول ما خلفتش غيرك، طول عمرك بتسمع الكلام. ترميني الرمية دي، أقول لك خرجني تقول لي عشان صحتك؟ أنا صحتي مش هنا، صحتي في بيتي على سريري وانتوا حواليا. أنا مش مبقتش عارف أفرق بين الليل والنهار. أنا بقالي 3 أيام حاسس إنهم 3 سنين. لأ لأ، المكان ده هيجيب أجلي. أنا عايز أروح. يا رب. ما كانش نفسه يشيل اللوز عشان بس يفضل ياكل في ايس كريم. لو مفيش حد غيري فانا اكتشفت ان الموضوع اكبر من الايس كريم بكتير. الكلام اللي هقوله ده هيهم اي ام واي بنت. قبل ما ابدا الحلقه عايز اقول لكم على حاجه، اسمع كده. انا احمد محمد وده برنامج العياده. قررت اقوم بدوري في المجتمع واقدم لكم التثقيف الصحي السليم بشكل مبسط ومش ممل. تابعوني 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 تابعوني. طلعوا يا محل ورجوا كده ولفوا بالبكره. الحمى الروماتيزميه، خلينا بس نفرش للموضوع الاول عشان ما تسقطوش مني. الجراثيم في منها 4 انواع، بكتيريا وفيروسات وطفيليات وفطريات. البكتيريا زي السالمونيلا واللي بتبقى في الفراخ، عشان كده بنغسل اي حاجه قربت من الفراخ قبل ما تطهي. الفيروسات زي نزلات البرد وفيروس بي يو سي والكلام ده. الفطريات دي بقى اللي بتسبب معظم الامراض الجلديه. الطفيليات زي الدودة الشريطية واللي بيوصل حجمها 25 متر جوه بطنك، بس احنا مش محتاجين منهم حاليا الا البكتيريا والفيروسات. الصورة اللي جاية دي فيها الفرق ما بينهم. هديك 5 ثواني تبص عليها وارجع لي على طول. ها ارجع. ارجع بقول لك. التهاب اللوز فيه نوعين، نوع بكتيري ونوع فيروسي. الفيروسي بيجي مع حالات البرد، والطبيعي ان البرد ملوش علاج، واحنا بس فالحين نروح للصيدليه نبدا ناخد مضاد حيوي لما بيجي لنا شويه برد. عايز اقول لكم ان الكلام ده غلط. المضادات الحيويه بتتاخد في العدوى البكتيريه بس، الفيروسات مش بيأثر فيها المضاد الحيوي. البرد ليه مسكنات للاعراض لكنه ملهوش علاج، بياخد فترته ويروح. التهاب اللوز البكتيري ده بقى راس الافعى، هو موضوعنا النهارده، فركز كويس بقى. البكتيريا موجوده حوالينا في كل حاجه تقريبا، حتى في اجسامنا من جوه. بتبقى بكتيريا نافعه، بتساعد في هضم الطعام وامتصاصه، وساعات كمان بتساعد في الحرب ضد الامراض، بس في بعض الاحيان ومع ظروف معينه بتتحول البكتيريا لضاره. اعراض التهاب اللوز البكتيري للاسف هي نفس اعراض التهاب اللوز الفيروسي، عشان كده بيحصل خلط كتير ما بينهم، والطفل يقعد ياخد علاج وفي الاخر يطلع عنده التهاب بكتيري ويحصل له الحمى الروماتيزميه. انا هقول لكم على الاعراض وازاي نفرق ما بين الاثنين. الاعراض المشتركه ما بينهم ارتفاع في درجه الحراره والم في الحلق، كحه وسيلان في الانف، احمرار في العين. في بقى اعراضين بيصاحبوا دايما التهاب اللوز البكتيري، ضوع بيضة في الحلق وفي اللسان ومخاط لونه اخضر او اصفر. وعلى فكره طول فتره اصابه اللوز بالالتهاب الفيروسي ممكن يحول الالتهاب بكتيري، فالعلاج مهم. خلاص كده فرشت، يلا بقى نخش في الموضوع. الحمى الروماتيزميه ده التهاب بيجي للاطفال من سن 5 ل 15 سنه، في فرص لحدوثه قبل او بعد السن ده لكنها بتبقى فرص قليله جدا. الحمى الروماتيزميه بتيجي بعد الاصابه بالالتهاب البكتيري للوز باسبوعين او شهر لو مفيش علاج وقف الالتهاب. اعراض الحمى الروماتيزميه درجه حراره عاليه والم في الصدر، احساس بنبض القلب زي خفقان كده اهوت، نبضه بتيجي فجاه وتختفي، الم في المفاصل كلها بتاعت الجسم وخاصه الركبتين، تورم اللوز واحساس بغمامان النفس ممكن يوصل للقلب، صداع والم في العضلات وحركات لا اراديه، وكمان طفح جلدي. سبب الحمى الروماتيزميه وعدم علاج التهاب اللوز البكتيري، ده بيخلي البكتيريا تنشط اكتر لحد ما تستفز الجهاز المناعي انه يخرج كرات دم بيضاء واجسام مضاده عشان تهاجم البكتيريا دي.
بس في الحقيقه انها بتخدعه وبتخليه يروح على القلب والمفاصل والجلد والجهاز العصبي وبيضرب اي حاجه فيهم. تشخيص الحمى الروماتيزميه، تشخيص الحمى الروماتيزميه بيعتمد على التاريخ المرضي اللي بياخده منك الدكتور، واللي غالبا ما بيكون يا دكتور اطفال يا دكتور قلب، عشان الاعراض مش بتبقى واضحه قوي ساعتها. الدكتور بيطلب منك رسم قلب وموجات صوتيه على القلب الايكو، بيطلب منك تحليل اسمه IgG، ودي اجسام مضاده بينتجها الجسم عشان تحارب الامراض اللي زي دي. فطبيعي ان يطلع الاي جي جي عالي في حاله وجود التهاب بكتيري للوز. وكمان تحليل الاي اس ار واللي اتكلمت عليه في الحلقات اللي فاتت. بينتهي هنا دور الطبيب اللي رحت له وبيحولك على دكتور امراض روماتيزميه عشان يكتب لك العلاج. علاج الحمى الروماتيزميه بيبقى بالمضادات الحيويه، واشهر مضاد حيوي بيتاخد للموضوع ده هو البنسلين. شغلة البنسلين انه يحمي من الاعراض وبيشتغل كوقاية من المرض دوت، لان طالما الحمى الروماتيزمية جت مرة فكل ما التهاب اللوز هتيجي معاه وهتضرب مناطق اكتر. ساعات البنسلين بيتاخد لمدة 5 سنين كل شهر حقنة، ياما بيتاخد من عمر الطفل لحد ما يتم 21 سنة، والاطفال اللي بيحصل لهم مشاكل في القلب ممكن بيتاخد لفترات اطول من كده. المضاعفات، انا عارف ان بقالي كتير ما حطيتش المضاعفات في فيديو، بس انا عشان ما اطولش عليك، بس في الحقيقه ان اكتشفت ان في حد قريب مني مصاب بالحمى الروماتيزميه، قررت عشان اكتب الحلقه دي وفي نفس الاسبوع اشتغلت مع مريض في الرعايه عنده مضاعفات للحمى الروماتيزميه. مضاعفات الحمى الروماتيزميه بتبقى امراض القلب الروماتيزميه. حازم صاحبي بني ادم جدع عنده 33 سنه، دخل الطوارئ بزرقان في جسمه كله وتورم في الركبه، عملنا له تحليل اسمها BT و BTT واي ان ار. الاي ان ار دوت معدل السيوله في جسمك قد ايه. الطبيعي بتاعه عشان هو بياخد ادويه سيوله من 2.5 ل 3.5، الطبيعي في الانسان العادي بيبقى 1. تخيل بقى لقينا الرقم بتاعه الاي ان ار كان كام؟ 10. عمل له نزيف جوه مفصل الركبه، خلى رجليه تورم، عمل له كدمات في كل حته في جسمه. هسيبكم معاه بقى يحكي لكم قصته، اسمعوه وارجع لي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملت عمليه قلب مفتوح تغيير سمامين، سمام الاورطه وسمام مترالي. السبب كان ايه؟ السبب اللي انا كنت بعاني من حمى روماتيزميه وانا صغير، وانا كان عندي 15-16 سنه، فكنت اتعالج وانا صغير بالحقن. ما اكتشفتش ده لما لقيت نفسي ابتدى يتغير، اي مجهود صغير خالص كده بيتعبني. رحت للدكتور، الكلام ده كان بيجي لي لوز كتير، النفس قصير بتاعي، وكان المفروض كان في حقن باخدها ما كنتش باخدها وانا صغير، فديت اثرت معايا، فخلاص كده ما ينفعش ان انا اكمل بحقن عشان الموضوع ده ينتهي. لا، اتطلب مني ان انا اعمل عمليه. رحت للدكتور، اداني معاد القلب، غير لي الصمام الاورطي والصمام المترالي، ومشي على ميريفان بسبب الموضوع ده. اتمنى يعني من الناس تاخد بالها من المواضيع ديت، اتمنى للناس كلها الشفاء العاجل، اتمنى للناس كلها صحه وعافيه باذن الله. الوقاية هنا سهلة، وهي ان اي التهاب في الحلق يجي لازم تتوجه للدكتور. تعب ساعة ولا تعب كل ساعة، وافتكر دايما انك ممكن تنقذ طفلك من انك تعيشه طول عمره بالادوية، او ممكن تتخلص من اللوز. بس في الحقيقة التخلص من اللوز ده قرار مش سهل. اللوز هي الخط الدفاعي الاول على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، هي حرفيا الشبكة اللي بتاخد كل حاجة داخلة من بقك، ده غير كمان انها بتفرز اجسام مضادة وكرات دم بيضة عشان تساعد الجهاز المناعي انه يحارب الامراض. التسقيف الصحي بقى للمرضى، درجة الحرارة لما بتعلى بنعمل كمادات، الكمادات بتبقى هنا تحت الباط بين الفخدين. راحة الطفل المصاب مهمة جدا، رطب جلد الطفل دايما بزيت اطفال، خلي الطفل يشرب مياه كتير عشان درجة الحرارة هتخلي الطفل يفقد مياه. في ريلز صغيرة هعملها ازاي تحضر طفلك لعملية اللوز، ازاي تطلعه من العملية دي بغير الصدمة يعيش بيها باقي عمره ويكره الدكاترة والحقن. هعملك فيديو قصير لحقن البنسلين عشان دي مختلفة عن باقي الحقن كلها. العلاج لازم تاخد بانتظام، وفي النهاية انا عارف ان في ناس كتير بتتشائم مني، وفي ناس كتير اكيد مش هتحب انها تسمعني. مين هيسمع واحد عمال يتكلم في المرض؟ بس انا برضو بحبكوا والله. خلاص بقى فوقك من شغل الكآبة دوت، وتعالى اقول لك نقطة. بيقول لك مرة واحد شال مادة في السيف ساحت فوق دماغه. ابو تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. وحش.